يلحق على هذه الكرة، ترجع للخلف لتشابي ألونسو، تشابي ألونسو يرجعها بامتياز. كريم بنزيما يفتح مجال التسجيل في الدقيقة الثانية من انطلاقة الشوط الثاني بالرأس. هدف الثاني لكريم بنزيما هذا الموسم يزيده ثقة في النفس ويجعله فعلا لاعب يحسب له ألف حساب في تشكيلة فريق ريال مدريد. توزيعة من تشابي ألونسو، تقريبا كان في وضعية تسلل كريم بنزيما، مش عارف من زاوية أخرى نشوفوها أفضل بالرأس على الجهة اليمنى من مرمى الحارس سيرجيو أراغونيز. كريم بنزيما يجعل أنصار الرياض